بابا هي دي الحرب اللي شارك فيها جده؟ ايوه يا حبيبتي. بابا هو جده يظهر هنا في التلفزيون؟ لا يا حبيبي، ده تمثيل علشان اللي ما حضرش الحرب يعرف اجدادنا العظماء عملوا ايه. هو جده كان بيحكي لك عن الحرب دي؟ طبعا كان بيحكي لي عن كل حاجه حصلت فيه. طب ممكن تحكي لي هو كان بيقول لك ايه؟ حاضر يا ست، بس كده. جدك حكالي ان بعد هزيمه 67 اتولد جوانا احساس كبير قوي اننا لازم ناخد بالدار. بدانا نستعد ونشتغل ليل نهار، بدانا حرب اسمها حرب الاستنزاف، وعملنا منها بطولات كبيره، والرئيس السادات كان تملي بيقول اننا مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركه هندفعها باذن الله وهنحارب معركتنا، ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. وبدأ يزيد الأمل جوانا إن إحنا إن شاء الله هننتصر. في نفس الوقت إسرائيل كانت فرحانة بخط بارليف، قالت إنه خط حصين مش ممكن المصريين هيعدوه، ولو فكر المصريين يعدوا القناة ويجونا هتتحول كتلة من اللهيب علشان مواسير النبل اللي حطوها على طول خط القناة. وبدأ القادة في الجيش يعملوا حساب كل حاجة، الحاجة الصغيرة قبل الكبيرة علشان ما نسيبش أي حاجة للصدفة. جدك قال لي كمان إزاي كان الاستعداد بيتم في سرية تامة، وإزاي كان كل شيء محسوب بداية من اختيار الشهر واليوم وحتى الساعة كمان. جه اختيار اليوم لأنه كان يوم عيد عند الإسرائيليين اسمه عيد الغفران، وكان موافق عندنا يوم 10 رمضان، وتأكد ساعتها للإسرائيليين إن إحنا مش هنحارب علشان صايمين، وكان ده من ضمن خطة الخداع اللي إحنا عملناها. الضفادع البشرية بتاعتنا عملت عمل عظيم، سدت كل فتحات النبلن اللي على القناة. كان تملي معروف في الحروب إنها تكون أول ضوء، يعني الصبح بدري، أو في آخر ضوء يعني عند المغرب، لكن القوات المسلحة اختارت توقيت خادع جداً، الساعة 2 الظهر، وبدأت الطيارات تعمل طلعات جوية وضربت فيها أماكن حيوية جدا للجيش الإسرائيلي. وفي نفس الوقت قامت المدفعية بعمل عظيم جدا، ضربت طلقات من أكتر من 2000 مدفع علشان تمهد للعبور. التوقيت ده كان مساعد القوارب المطاطية بتاعتنا على الوصول بسرعة للضفة الشرقية من القناة علشان حركة المد والجزر، وعبرت القوارب اللي شايلة الأبطال بتوعنا وهم بيرددوا من ساعة ما بدأت الحرب كلمة واحدة بس، الله أكبر الله أكبر. كانت الكلمة دي بتزيدهم حماس، وفي نفس الوقت كان ربنا بيمدهم بقوة من عنده. وبعد كده بدأ سلاح المهندسين العسكريين ملحمة رائعة، بدأ يفتح ثغرات في الساتر الترابي بخراطيم المية، وفي نفس الوقت بيعملوا الكباري المائية علشان تعبر قواتنا عليها للضفة الشرقية. عمل عظيم وجهد جبار في وقت صغير جدا، وعبرت قواتنا وبدأت في الاشتباك مع العدو وعملت فيه خسائر جامدة جدا وسط زهوم من القادة الإسرائيليين. وقالوا الكلام ده بعد الحرب في مذكراتهم: ملحمة ضد كالشعب مجشيات خريفات وبحيرات حيان وحيرات، ملحمة كبدت يمين إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. وانتهت الحرب ورجع أبطالنا منتصرين رافعين راسهم، وكان كل بيت فخور بالأبطال دي، حاسس إنه حقه رجع لي من تاني. وصدق الرئيس السادات في كلامه لما قال: إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف.
كان كل واحد في مصر فخور بالإنجاز ده ونفسه يكرم كل ضابط وصف وجندي من اللي شاركوا في الحرب واللي كان كل حاجة فيها معجزة. لكن طبيعة المصريين طبيعة مسلمة متسامحة، وعلشان كده مد الرئيس السادات إيده بعد الحرب علشان السلام وقال: وستدهش إسرائيل إنما تسمعني الآن أقول أمامك أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذاك ومناقشتهم، علشان يوصل رسالة للعالم كله إننا أهل تسامح وسلام. وفعلا راح الرئيس السادات الكنيسة وقال لهم: حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية، فإن ذلك لن يحقق أبدا قيام السلام الدائم العادل الذي يلح العالم كله اليوم عليه. وبعدها رجعت أرض مصر كلها لحضنها، مش بالحرب بس، لكن كمان بالسلام. وكان جدك بيحكي لي عن مواقف وبطولات كتير عن الضباط والجنود اللي كانوا معاه، وانهم كانوا مستعدين انهم يرووا ارض سينا بدمهم ولا يفرطوا في شبر واحد من ارضهم، لان دي امانه هم ورثوها عن اجدادهم ولازم يوصلوها لاولادهم. وهيجي يوم انتوا لازم تستلموا الامانه دي وتحافظوا عليها زي ما حافظ عليها جدودنا. سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونرمي ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. يا ده الحرب كانت عظيمة قوي. بابا انا عايز اطلع صابر زي جدتي.